ما نسيت الورد يومني معك، كنت متعمد أجيك بلا ورد. أذكر أن تحت المطر راح تجمعك، قلت لك هاك الدفى وعطني البرد، وهمس بأذنك شعر وأسمعك وانت تطلب هاتلي واحكي بعد. يوم صدت عن حناياك أضلعك، جيت لك فزعة قبيلة في فرد، حتى ظلك ما هو مثلي يتبعك، صرت لك في المسافات وبلد. ما نسيت الورد يوم إني معك، كنت متعمد أجيك بلا ورد. مشاهدينا اليوم بشبابيك رح نفتح شباك الضوء على شاعر آتٍ من عمان، وهو شاعر فصيح وأيضا شعبي أو نبطي، له قصائد مغنات، وجوده عذب، شعره يدخل إلى القلب دون استئذان، فيه من الأمكنة والأزمنة والفرح وأيضا الذكريات، بسيط وبنفس الوقت غزير قضيته وهمه بشعره وأيضا بتواجده بالمهرجانات والأمسيات واليوم ببيروت، نشر المحبة وتعزيز العلاقات الإنسانية بين الناس وبين الشعراء بالخاص. رحبوا معي بمطر البريكي. مطر، يا هلا. المطر كله هون، ما يصير فيضان اليوم؟ لا، أتوقع أنه بداية أيضا هطول الأمطار أو بداية فصل الشتاء يعني. نعم. في لبنان فرح تكون فيها أمطار، فأنا سبقت يعني قبل الفصل الطبيعي. أهلا بك يا مطر في تلفزيون جديد وفي صباح اليوم. أنا أعرف أنك موجود ببيروت لأجل أمسية، لإحياء أمسية شعرية. خلينا نقول دغري الدعاية تبعت الأمسية قبل نبلش بالحوار. غدا إن شاء الله في الجامعة الأمريكية ببيروت في تمام الساعة 12 الظهر يعني، وأيضا بمعية عدد كبير من الأسماء الجميلة سواء من لبنان أو من خارجها، ومعية 12 الظهر بدنا نسمع شعر إن شاء الله مع ثلة من الشعراء والمبدعين الأصدقاء. أصدقاء معي شاعر أيضا من سلطنة عمان، شاعر الجميل سيف الريسي، وفي شعراء ايضا من لبنان من ضمنهم استاذ بلال المصري ايضا كذلك. نعم. وفي يوم السبت ايضا تاريخ 22 في صالون ادبي مع الاستاذه نوال حوار، صديقتنا وزميلتنا، بنقول لها صباح الخير من هون. صباح الخير. رح نحضر الصالون ورح نحضر بكره بالجامعه الامريكيه، هيك بنبدا اليوم حوارنا. هيدي اول مشوار لك على بيروت، صح؟ فانه مطر البريكي هذا الشاعر المعروف والعذب مثل ما بقولوا، وعم بتعرف عليك هلا انا، واللي شعره عن جد يعني انتشر بطريقه واسعه لانه عنده الاسلوب تبعه، عنده السوشيال ميديا تبعه، عنده السناب شات وكل هول، انتشر. طب بعده ما جاي على بيروت ليش؟ تاخر كثير موعد زيارتي لبيروت، وانا حتى يمكن الاجابه يمكن في بعض ابيات كذا كتبتها، لكنها بيروت دائما كانت حاضره في القلب، في قلب كل شاعر، بيروت في قلب كل اديب، في قلب كل فنان، في قلب لان هي، وهذا يعني كلام ليس مجامله ومش مطر البريك اللي يقوله، بس بيروت التاريخ، الادب، الثقافه، الفنون، صانعه السعاده. قديه حلو، قديه حلو المطر اللي عم تقوله، قديه انا يعني بنفس الوقت قديه فرح وقديه انا حزين يعني. قديه هو حقيقي، قديه حقيقي، بس قديه انا حزين. ما قاعد اقول عشان افرح شخص، قاعد اقول الواقع، هذا واقع. بالضبط، انت صادق على كل حال ومعروف عنك هالشيء، بس انا اللي عم بقوله انه انا كلبنانيه لازم افرح، بس حزنت ليه؟ لانه بتعرف قديه نحن هلا عم نناضل او عم نواجه الدمار كي لا تموت هذه السعاده اللي انت عم تحكي عنها. تاريخيا لبنان بشكل عام هو يشكل حضارة الفينيقيين، وفينيق طائر معروف دائما هو يبعث من الرماد، من الرماد، فدائما دائما لبنان تبعث لأنها هي فينيق، فستظل لبنان دائما حاضرة. هذه نسميه خريف، ربما الربيع قصير والخريف شوي أطول، لكن دائما نتأمل. أوقات السعادة قصيرة جدا. نعم. مطر البريكي، قلت لي في شيء بدك تقوله بقلبه الجواب، في خلينا نفوت بالموضوع ونبلش. لما قولوا لهذا الشيء، لما قلت لي عن ليش زيارتي تأخرت. نعم. كذا، فأقول أنا رح صورك كمان. تصوريني لأصدقائنا الإنستغراميين والفيسبوكيين لو بيسمحوا لي، لأنه كتار ناطرينك على فكرة. جزاك الله خير، وهذا من حسن ظنهم. تفضل. أقول
من هو يقول العطر طبع الياسمين؟ من هو يقول العطر طبع الياسمين؟ الياسمين اللي تعطر من يدك وانت حلات الصبح، والصبح بجبين يكتب لعشاق القصايد موعدك. الله، كن الله صورك على ما تشتهين، كن الله صورك على ما تشتهين. نعم. يرقى على النجمات لامع فرقدك. لا تسأليني. نعم. لا تسأليني ليه أنا شاعر حزين. بيروت أنا عاشق تعب لا يوجدك. قولي لهم حبه بحر وأنا السفين، بوصلت لك قلب يموت يبعدك. كل ما أحس أني بمسافة خطوتين كثروا معي خطاب حسنك. الله، كثروا معي خطاب حسنك وافقدك. كل ما أحس أني بمسافة خطوتين كثروا معي خطاب حسنك وافقدك. وكل ما أحس أن الغزل وقته يحين أشعلت لك قلب وقلب يخمدك. في نيق، في نيق وكانت طائرا لا يستكين. نعم. في نيق وكانت طائرا لا يستكين، يبعث من الإخماد دوما يسعدك. ليش؟ لأنك عطر أنت وصباحك ياسمين، الياسمين اللي يعطرها يدك. الله، حلو كثير مطر. هذه كتبت خصيصا، كتبت خصيصا هذه إلى بيروتنا، للبنان، لبيروت، للأمسية. ولكن أنا يعني أتشرف أني أدشنها معاكم هذه الأبيات. أهلا وسهلا فيك، ونحن نتشرف فيك مطر. حضرتك يعني سمعنا شعر شعبي من له أو محكي أو نبطي بتسموه. نعم. بالخليج. نعم. هلأ في فرق بين هو التسميات عمليا تقنيا؟ في فرق؟ احنا يعني تحديدا في سلطنة عمان مفردة شاعر نبطي هذه جديدة عندنا، يعني. نعم. تقريبا صار لها حدود 30 سنة انكثرت، بس قبل ما كان في هذا التصنيف موجود عندنا. كان عندنا هو موجود شاعر فقط، بدون تصنيف، بدون تصنيف فصحى وعامة ابدا. كان الشاعر شاعر، وكان عندنا ولا زال عندنا الشعر الشعبي، هو الشعر المختص بالفنون او الموروث الشعبي. نعم. يعني عندنا كثير من الفنون الشعبية كفن، سواء فن غنائي أو رقص، هو مرتبط بالشعر. فعندنا فنون كثيرة مثل الميدان والمسبع وغيرها، فهذه هي الآن أصبحت هي تحمل مسمى الفنون الشعر الشعبي. لكن النبطي الآن هو مستحدث، هو أصله قادم من الجزيرة العربية. نعم. يعني هذا الفرق بيناتهم. أيه. بس الفنون اللي عم تحكي عنها اللي سموها شعر شعبي هي عملية منها شعر، هي فنون جميلة. لا بس إبداع، يعني في إبداع، ولكن داخلها في غناء، بالتالي في شعر، وفيها شعر ارتجال عادة تكون مكونة من شاعرين. يعني مثل الفن المسبع مثلا. نعم. هذا فن لا يقال إلا في سلطنة عمان عندنا فقط، مسبعة. أيه. يكون مثل فريقين، عبارة عن شو؟ فريقين في شاعر يطلع يرتجل وعنده صف يردد وراه الأبيات بشكل إيقاعي، تغنى في نفس الوقت في نفس اللحظة. حلو. وبعدها يطلع شاعر من الفريق باء، خلينا نقول نفس الشيء، يرد عليه بذات الوزن بذات القافية. هو المسبع عموما كله بنفس الوزن والقافية، وعبارة عن 7 أشطر، لذلك سمي بالمسبع. مسبعة. 7 أشطر، أول 3 أشطر تنتهي كلها بنفس القافية، 3 اللي بعد بقافية مختلفة، الشطر السابع يرجع على 3 الأولى. حلو كثير، تخيلت المشهد بيشبه شيء نحن من سنين. لا ليش تخيلي انت تزورينا سلطنة عمان وتحضريه؟ ايه كمان نتشرف ان شاء الله. اكيد لنا الشرف. ذكرتني كمان بشيء بلبنان هيك مثل الزجل او الاشياء الارتجالية اللي كانوا كمان يقعدوا فريقين ويردوا على بعض. موجود بالضبط. في الخليج ايضا موجود، يعني في فن قديم عتيق، ولكن قديمة. نعم. جميلة جدا، حتى يصير في هجوم بس بمزح، يعني هجوم محبب. صحيح. أو الشراع، يعني مشاكسات. هو يصير في هجوم بمزح، بس للأسف أنه أحيانا، في أحيان نادرة، أنه يعني الموضوع أيضا تطفو على السطح أشياء غير محمودة للأسف. بالضبط. إحنا شعراء مشاكل دائما. صحيح. طب ما لازم، إذا الشاعر لا يفتح الإشكالية لا يعول عليه هو ونصه، يعني صحيح، أنه إذا بده يمشي مع الناس ما هو بده يمشي هيك، بالعكس. صحيح. أو يضويلهم. مطر، حضرتك تمتهن الشعر أو عندك مهنة أخرى بالحياة؟ لا، أنا مشرف تربوي في وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان. لا أحد يمتهن الشعر عندنا إحنا أبدا. الشعر يظل موهبة،
ونعم نقتات منه. نقتات منه؟ نقتات منه يعني. نعم. هناك بعض القوت في جوانب أخرى، ولكن كوظيفة لا يمكن هو يكون وظيفة أو مهنة، هو حرفة وهواية فقط. بالرغم حلو تكون الشعر وظيفة، ليش؟ لأنه الشعر يعني عبارة عن عزلة أو عبارة عن مزاج، صح؟ أو عبارة عن، بس من راح يدفع لك راتب؟ الحكومة؟ لا يعني قصدك الحكومات توظف شعراء حيارية؟ طيب يعملون، ما هو هيك اللي عم نحكي، أنه أنت أعود وما تعمل شيء إلا فكر وحس واكتب. تخيل لما نوصل لهون قد حلو. هو في دعم اليوم، انا موجود عندك وين في بيروت، انا لولا دعم حكومتي في سلطنه عمان والناس اللي قدروا مطر البريكي وغيره انهم يخرجوا، ايضا عندي موظف حكومي شاعر مشارك سيف الريسي. نعم، تحياتنا الى سيف اذا عم يحضرنا، وسيكون ضيف ان شاء الله يفترض انه يحضر في وقت اخر، لانه وعدني راح يتابع، ما ادري الا اذا نام. عموما نعم، فاذا الحكومه العمانيه بتهتم بالثقافه جدا. الحكومه العمانيه تهتم، الحكومات عندنا، خلينا اكون صريح، عندنا موضوع الشعر كبير جدا في الخليج بشكل عام. نعم بالضبط، يعني ضمن مهرجانات وندوات. مهرجانات من 2006 سمعنا بشاعر المليون وامير الشعراء، مسابقات كثيرة يعني صارت في مجال الشعر، سواء الشعبي، الشعر الفصيح، وأيضا المكافآت خيالية يعني. بالضبط، هذا للتشجيع كمان على كتابة الشعر وعلى التشجيع يعني، ف ممارسة هذه الموهبة. صحيح. يعني تجسيدها بطريقة ما. حبيت فكرة أنه الدولة، يعني عادة الدول، نحن كلبنانية هيك بنحس أنه عودتنا على أنه الثقافة هي ترف، هي يعني غنج دلال، ونحن الشعب اللبناني يعني نحتاج لأن ندفع فواتيرنا، مش لأنه نهتم بالثقافة. فثقافة الشعوب بتعلي البلد، وثقافة الشعوب بتوطي البلد. قدي حلو هذا الجو اللي أنتوا عندكم إياه، اللي هلأ أنت عرفنا عليه الحقيقة، وقدي عن جد بتلاقي بالحياة بالتفاصيل لبنان، لأنها يعني أعتقد أكملت دورها في هذا الشيء الكبير. بدأت كل شيء. أنتوا هذا الجيل، يعني إحنا من شعراء المهجر اللي عرفناهم يعني بالزبط. ببداية القرن العشرين الدنيا كلها ناس عرفت من يعني إبراهيم مطران، جبران، إلي أبو ماضي، خيال نعيمي، صح، أسماء خيالية هذه. يعني أنتوا دوركم انتهى في التأسيس الآن. نعم ايوه، احنا دورنا الان في نكسب اكمال المسيره. اكمال المسيره. اكمال المسيره اكيد. نعم. لا انا اشوف انه ايضا حتى على مستوى النشر، يعني في دور النشر الدواوين، اغلب الشعراء دواوينهم لا زالوا ايضا يتبعوها من بيروت. في بيروت، سبحان الله. بالضبط، يعني هذا الحلم بيروت. حلم هو مأوى كل الهاربين ربما من الانظمه. بدنا نسمع مأوى كل المثقفين. نعم. والهاربين. والهاربين من الأنظمة فاسدة. بس في ناس هاربين، أنت لا، بالعكس جاي هيك بكامل سحرك وأناقتك. بنسمع كمان شعر لو سمحت مطر. إحنا بمانا في الصباح فقاعدين نركز على أشياء صباحية. يلا. لمي هالصبح بعيونك، واكسي الدنيا شذا، وانغدت لذة مسائك في عناي اتلذذي. الله. الغذاء من شحم قلبي لب جوعك هالغذاء، مدرسة لك هالحنايا، يلا قومي التلمذي. كل علم له أصوله والمبادئ هكذا، البخاري له صحيحة والسنن للترمذي، لا تحطيهم في بالك كلهم، حتى إذا ينسجوا ثوب المخاصم واحقريها اللي هذي. أنت أغلى من وطاع تراب خفاقي، لذا أنبذي طبع المواشى والنميمة أنبذي. نهر قلبك جيت عايم والعشق من ذا وذا، لو طر الإعدام بيدك هاك عنقي ونفذي. يا الله. حظ فستانك ومشطك واحسد سيور الحذاء، يوم ينقل خطوتينك قلت لعيوني خذي. يا حلا لثغة لسانك ليت هرجك يحتذى، مزمز الحب بشفاتك أو عقولك مذمذي. الزعل واللي يمر بدربه أصلا وش خذا، الزعل واللي يمر بدربه أصلا وش خذا، عن سوات بليس قومي الزعولة تعوذي. أضعف الإيمان ميطي من معاليق الأذى، وشربك جملة قصيد وهمة الحرف شحذي، ولمي هالكون بجفونك وكسي الدنيا شذا، حلو. لذتك لو هي في موتي فدوة قومي تلذذي. الله،
يا مطر أنت شاعر غزول يعني غزول جدا. إذا في بيروت ما تقول غزل وين بتقول غزل؟ نعم بس بعمان كمان بتطلع على المسرح وبتقول هو لكل القصيدة ولدت في عمان. نعم بس ربما ولدت لتقال في بيروت. إيه هو لا حدود حلو كتير لا حدود للشاعر وللشعر. هل تعتبر شاعر حر؟ يعني هل تقول كل ما لديك أو شوي تراعي البيئة؟ أنا من الشعراء المعروفين إن أكثر واحد يقول ما لديه، يعني مثل ما يسمونه عندنا يجيب العيد. يجيب العيد؟ يجيب العيد، يقول كل شيء والناس بيتقبلوا. مشاعري ليش أخفيها مشاعري؟ طيب أنا اليوم إذا شفت، أنا الله سبحانه وتعالى راح يحاسبني إذا شفت شيء جميل وما قلته. هو أعطاني موهبة الشعر لأكتمها لأقتلها داخلي أو لأقول كل شيء. لكن إحنا أيضا الخطوط الحمر، إحنا عندنا يعني في خطوط حمر في مجالات أخرى ما أريد نتطرق. يا شاعر أنت خليك شاعر جميل حلو، عندك قصائد عاطفية قصائد غزلية تقول في الأشياء الاجتماعية، شعر رسول مجتمع أيضا كذلك في قضايا تطرح، ولكن هناك خطوط حمر لا يجب تتجاوزها أنت كإنسان قبل أنك لا تتجاوزها. مثل شو؟ يعني مثلا عندنا إحنا لا يجب الخوض في السياسة بشكل يعني أوفر. خلينا نتكلم، مش يعني ممكن أنت تنتقد وضع في مؤسسة، ولكن التهجم أو نوع من الانتقاد اللي هو انتقاد بهدف فقط الانتقاد لأشخاص أو بهدف زعزعة بعض الأمور الأمنية أو الفساد، فهذا يعني مش إلا في عمان، مفروض حتى في لبنان ما يصير. يعني من الشاعر أو الشاعر يجب أن يكون رسالة دائما رسالة حميدة. نعم بس هناك إذا بدنا نفرق مطر اسمح لي بين شاعر ومثقف. أنا بقول أن الشاعر هو لو قلنا سميناه مهنة، ولكن ممكن أن لا يكون مثقف، شاعر رسام نحات كاتب روائي أي شيء، بس ممكن يكون منه مثقف. ثقافة هي العلاقة بأنك أنت هالمادة اللي عم تقدمها هالمحتوى اللي عم تقدمه عم تقدمه من أجل أخذ هذا المجتمع اللي أنت ضمنه إلى ضوء صح أو إلى الأعلى أو إلى بعد آخر أو تحريضه على الرفض على الأقل. فهل أنت تعتبر نفسك شاعر بس يعني جميل يتكلم عن الجمال أو أنه شاعر مثقف؟ هو فعلا أنه ليس كل شاعر مثقف، وهذا شيء يؤسفني أنا حقا، لكن أنا أرى أنه يجب أن يكون كل شاعر مثقف، بما أنه الشاعر راح يمارس أدوار في جوانب مثلا سياسية واقتصادية، يجب أن يكون ملم أقل شيء، يعني ملم ب يعني ياخذ من كل شيء شيء، لكن هو فقط مركز على الادب والوصف والغزل والاشياء هذه. لكن اليوم ماذا يحدث في لبنان وانا في عمان اليوم؟ ماذا يحدث في لبنان؟ يجب ان اعرف ماذا يحدث في لبنان سياسيا اقتصاديا نعم تاريخيا ايضا، من هي لبنان؟ نعم لكن انت عم تحكي عن الثقافه بالمعنى المتداول اللي هي مجموعه معلومات. اوكي لازم الشاعر يكون عنده مجموعه معلومات، لكن انا اتكلم عن الثقافه بالمعنى الفكري، هي حركه الفكر في المفاهيم. يعني انت فكرك يتحرك ضمن المفهوم الثابت. نعم عرفت علي؟ فاهم عليك. تتكلم عن الثقافه العميقه جدا انت، يعني الشيء هذول الجماعه يعني احنا عندنا نادر هذا الشيء حقيقه. اذا كنت تريد ان تصف في مطر البريك من هذا النوع فانا اقول لك لا، انا ربما شخص امتلك كثير من المعارف والمعلومات، اعتبر وسط مجموعتي من اصدقائي الشعراء اعتبر انا مثقف بينهم. نعم ولكن مع المثقفين الكبار لا اعتبر نفسي كذلك. لكن معنى انت مثقف كبير يا مطر، عندك الكثير من الاصدارات الشعريه مثل غياهب علمتني يا أبوي، هيك من أولى علمتني يا أبوي. نعم علمتني يا أبوي، هذا الأخير هو سحايب أي متى؟ هذه النسخة اللي لك إهداء طبعا. أوه أي متى صدر؟ هذا إصدار الأخير، هذا كان في 2019. نعم وأيضا عندك كسر المجاديف، وكله عم نحكي نحن بالشعر العامي نعم النبطي بس. نعم. ولكن عندك قصائد بالمدن كتبتها حسب ما خبرتني بالفصحى. القصائد الدولية غالبا تكون بالفصيح. ليه؟ لحتى توصل فكرتك للناس؟ حتى أوصل فكرتي، لأنه بتحس أنه نبطي ما بيفهموه؟ مش ما بيفهموه، بس ما راح يفهموه كله. يعني حتى مثلا عندكم أنت مفردات في اللهجة المحلية في لبنان صح، لولا الإعلام
المسلسلات والأغاني كان ربما إحنا ما نفهمها ما راح نفهمها، لكن إحنا مثلا ربما الإعلام كأغاني أو كمسلسلات ربما لا تصل إلى لبنان، لذلك بعض المفردات الخاصة ببيئتي المحلية ما راح يفهمها في لبنان أو في شمال أفريقيا أو في دول أخرى. بس بالرغم من هيك تطلع على المنبر بمدن مختلفة وبتقول شعر ونبطي. أنت متابعة شكلك بشكل طبعا خلال. أنا تبع عملت الهومورك تبعي كله عامل سيرش قوي، فبتطلع وبتقول يعني أنت تتحدى بوقفتك على المنبر أنه أنا هذه لهجتي هذه لغتي وسأقول وسأفهمكم. هل أنا فهمت عليك على فكرة؟ جميل جدا. هلا قلت الاثنين فهمت من كثير. جميل جدا. ايضا انت لما لوركا محسوب على الاعلام، محسوب على المثقفين، محسوب يعني انسانه مطلعه. لا في بعض الدول يعني خلينا اخذ على سبيل المثال تونس احنا شاركنا في 2017 بقافله عمان الثقافيه. نعم. في الجنوب التونسي في مدينه دوز. اي دوز هذه في الجنوب التونسي انت تتكلم بلهجتك العاديه تحس نفسك أو لما تسمع هو يتكلم بلهجة تحس كأنك تسمع واحد عماني أو في الخليج في الجنوب. نعم. وهي علاقات إثنية يعني أثروبولوجية، جماعة هجرات أغلبهم حتى قبائل جات من الجزيرة العربية. نعم. تحديدا المدينة هذه في مدينة دوز. فكنا نلقي الشعر أنا وزملائي شعراء بأريحية ومفهوم يعني أكثر من 90% الكلام جدا واضح مفهوم. نعم. ونقيس عليها كثير في الدول العربية هذا الموضوع. بكرة رح نشوفك هوني بالجامعة الأمريكية ببيروت ورح نسمع حتقول فصحى وعامة. ما أدري الجامعة الأمريكية إحنا ممكن نقول قصائد باللغة الإنجليزية معاهم ولا شو الجماعة؟ لا بالعكس هي اسمها أمريكية بس ولكن بدنا ننهي لأنه مضطرة كمان خلصنا الوقت بمقطع صغير لو سمحت. هيك طمعانين بوجودك. أتشرف. تفضل. أقول في شيء أغنية غنت؟ في عمل قادم إن شاء الله تعاون مع الفنان العماني الكبير صلاح الزجالي وننتظر طرحه في الأسواق. نعم يلا. أقول لا تزعلني وأنا مبغى سواك، ولا تنرفزني وأنا شعري غزل، خلنا حلوين وتعرفني أباك وأكره الدمع اللي عورودك نزل. الله يا أخي ما أنت قلت لي عمري فداك، وقلت اترك عنك في الحب الهزل، واني اعذب شاعر يوصف حلاك والقصيدة اللي تهامالك جزل. عاد وش خلاك يا عمري ودهاك التمادة وتهجر بقلبي نزل؟ اما توفي عاشقك لقصى سماك ولا لحبابك تعذر واعتزل؟ سؤال حلو كتير مطر بريك، تشرفت بمعرفتك كتير. أنا لي الشرف العظيم بلقائي فيك أستاذ لوركا والتلفزيون الجديد، كذلك زيارتي الأولى إلى لبنان. أهلا إن شاء الله تحضرونا بكرة في الأمسية وبعد غدا أيضا في منتدى الأستاذ أهلا أهلا فيك. أهلا يا مرحبا فيك. نورتنا. نلتقي لكين.